الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل المحرم يجوز له أن يمشط شعره؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك، لأن الأصل أن أحكام المحرم كأحكام الحلال سواء بسواء، إلا فيما خصه النص بالمنع، ولا نعلم نصا يمنع المحرم من تمشيط رأسه. فإن قلت وما الحكم فيما لو تساقط في المشط شيء من الشعر؟ فنقول هذا شعر ميت، والمتقرر عند العلماء أن الشعر الميت لا حكم له، والمتقرر عند العلماء أن الشعر الميت لا حكم له.